السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بيلا. خاوتي كما راكم تشوفوا في الفيديو، هذا الفرخ هذا البارح ركبت له لاباك دوسان، اليوم الصباح لقيت الفيمانة نحتها له. جات في بالي ثم باش قلت أنا مع روحي نشارككم هذا الموضوع إن شاء الله باش تعمل فايدة كما يقولوا. اللي عنده اللي إذا ما عنده مشكل مع الأنتر، الأنتر اللي نحي لاباك للفرخ، كاين بزاف اينات نورمال كي دير لها لاباك يعني تر عادي تكون موالفه، سما خاصه الانسان اللي جاب انثى جديده سما ما يعرفش كاركتر تاعها ما شغليه تاعها، اول خطره دار تزاوج مع في القفص عنده سما ما على بالوش واش كاين واش ما كاينش. سما من الافضل قبل ما تنحي لك سما لاباك هذه وتعييك سما كاباب ما تحلبلهاش، وكاباب تانيك تضر الطير تاع رجلو كلي تنكر العش كامل ترمي الف، سما ما تقدرش تعرف كاع واش هيصرا. بون اول حاجه كي ديرها كذا هكذا كي تشوف الفيمال ديالك عندها الطبيعه دي تاع تنحي لاباك، كاين واحد سكوتش خاصه تاع الكرتون هذيك سكوتش جي لاكولور تاعها مارو ولا باج رايحه لاكولور تاع الفرخ، كي ديرها له في رجلو تما ما تحلبش الفيمالات ولا ما تحلبلهاش. وتاني كاينه نصيحه واحده اخرى نقولها لكم، الفرخ كي دير له لاباك ما ديرلوش في الربع ايام في الخمس ايام، ديرو اخر يوم ديرو في السبع ايام، سما سبع ايام تمية غدوة كي يكبر ينوض الصباح الفرخ سما انت ما تقدرش تنحي له لاباك. هذه الطريقه تاع لازم تغلف لاباك بو كيما 2018 باينه حمراء لاكول خاصه الحمراء وهذه الزرقاء تطيري بزاف، غلفها انت غلفها بسكوتش غلفها انتيك غلفها مليح وقطع لي كوتي هذيك بالمقص سما بيان كي تركبها في رجل تاع الفرخ تولي كيما الاخر كيف كيما لحمو كيما لاكولور تاع لاباك، يعني الفيمالة ما تهاوش منها كي ديرها عادي سما بإذن الله ما راح تدير لك حتى مشكل. هذه هي اللي كنت حاب نقولها لكم، سما انا دوكا هكذايا لو كان رحت ما ضربش طلع عليه ولا كاباب نو غدوة باش تحلبلو ولا سما هنا نوقع في مشكل، نوقع هنا بالك الفرخ يكبر ومن بعد لاباك دو سانك تولي ما تجيش تولي تاني تزيد دير بالزيت ودير كذا وتضر الطير، سما الواحد يخدم بلي نور باش ما يوقع له حتى مشكل ان شاء الله. هذه هي اللي كنت حاب نقسمها مع خاوتي، سما الانسان من الاحسن يكون داير حسابه وفيها خير كي صرا هكذا سما فيها خير، سما الانسان توجور باش يولي يعرف عفايس لازم يصراولو، ما كاش كيما يوري لك واحد ولا سما ميور كاع كي تجربها نتايا سما كي تسي انت في الطير تاعك وتسي تجرب تولي تعرف سما حاجه تكون متاكد منها 100% ماشي زعما قالها لك واحد ولا شتها في عفسه ولا ما على باليش، سما عفسه تكون ماسوري منها سما جربتها وتنجح باذن الله. هذه هذا الفرخ اللي راكم تشوفوا فيه دوكا فرخ تاع السوره موزمبيق ما شاء الله، راهو جابت لي زوج حبات بيض واحده ابلو وجابت هديه معاه. دوك هذا دوك نزيد شويه يامات هكذا نعزلو على الانثى نحيها عليها ونطلعو نحب هكذا يعني مادام راه وحده هكذا نطلعو بيدي انايا قص ما يطلع شويه الريش يولي هكذا يقوي المناعه ديالو نحيه ونسين نطلع له تغريد اللي نحب انايا ممكن سما هذو مع فايس مع الوقت ولو جرب. هذه تربيه الطيور تولي تعرف على فايس بزاف سواء في التداوي ولا سواء في التزاوج، مع الوقت تولي ديكوفري عفايس كما نقولوا هنايا. دوك انا هذا راح نجربو نسين نطلع له كشو كاش عفسه هكذا سما ماشي تاع سوره موزمبيق طلع له شو تاع مقلي تاع كذا انتيك سما صافي بليزير تشوف هكذا فرخ ويغني لك مقنين ولا ما على باليش انايا يعني. بالك تحب تكوبلي انت مع مقنينه سما بالشو مقنينه تبوزيلو سما كيكون يغني شو مقنين يكون خير من واحد يغني سوره ويحب يكوبلي مقنينه، مثال هذا عطيت لكم برك مثال.